كابتن رياكشناتك وانت بتتفرج على كلام الجماهير عليك بجد. يعني اولا يعني اكيد حاسس، يعني حاسس بحب الناس ليك، رغم يمكن حضرتك قلت لعبت 5 سنين بس في النادي الاهلي، لكن 10 عشر سنين 73 82 10 سنين النادي الاهلي، وسبت اثر كبير، والناس برضو فاكراك بالستايل الشعر. الراجل قال لك انا سايب شعر زي الكابتن شطة. هو في الجيل الحالي فكان في حد كده كابتن، ولا انت كان مميز بشعرك كده؟ كان في لعيب تاني؟ اقول لك على حاجه، دي حته ظريفه جدا. انا جيت طبعا ما كانش شعري كتير قوي، بس عموما السودانيين، والسودانيين المرحله دي السبعينات كلها كان بيسموه الافرو الافريكان، يعني الافرو. الافرو. فانا جيت طبعا مع الوقت ما كنتش معايا الشوكه، معايا كان حاجه كده شوكه عشان تخش توصل للشعر اسمها الشوكه. فجيت بقى لقيت مع الوقت شعري كبر كبر، بعد كده سبته بقى كبير قوي. لقيتك كل الجيل قلدك، مش عايز اذكر اسماء، كل النادي الاهلي والجماعه ده اللعيبه واللعيبه بعد موضه خلاص دخلت بقى احمد عبد الباقي وكابتن خطيب وكابتن مصطفى وكل اللي هي ما عدا محسن صالح، لانه محسن صالح شعره كان مسبسب قوي، شعره ناعم زياده عن اللزوم. فحضرتك انا بس بفتكر الفتره دي. وبعد كده بقى دخلنا بقى مع كابتن لطيف بقى، هو اللي خلى بقى ايه شطه وشعر وشطه كذا، كان يعني بيدي لازمات كده كابتن لطيف، خلى برضه الاسم شطه لهلوبه شطه حراق، خلى بقى مع الشعر والحاجات دي بقى كاركتر معروف يعني. وما بقاش اللعيبه بس كمان يا سام، ده بقى كمان الجماهير وكمان الولاد الصغيرين بيبقى ده حاجة. وهو اللي جه في التقرير، هم العصر اللي يعني بالجيل الحالي يعني ما شاء الله اللي كان عامله زي كابتن شطه يعني. بخلاف ان حضرتك لاعب كبير ونجم النادي الاهلي ولاعب كبير في منتخب السودان برضو، لكن كمان عشت في اروقة الاتحاد الافريقي لكرة القدم سنوات طويلة جدا، 18 سنة دينامو الاتحاد الافريقي لكرة القدم. كابتن شطة، انا عايزة اعرف من حضرتك او تعملي كده مقارنة سريعة بين السلبيات او نقاط الضعف اللي بيواجهها الاتحاد الافريقي في الوقت الحالي وبين اللي كان بيحصل زمان. دلوقتي احنا عندنا يمكن واحده فينا بنتكلم يمكن عن لجنه المسابقات، اسناد البطولات، في حاجات كتيره قوي. فالمشاكل دي او السلبيات دي مختلفه عن الفتره اللي فاتت؟ الاتحاد الافريقي من 2002 الصدفه بس هي اللي خلتني رحت. كابتن عبد صالح الوحش كان هو المدير الفني، استدعوه في قناه من القنوات عشان يحلل، كان بيروح يسافر ايطاليا. ف رئيس الاتحاد الافريقي عيسى حياته طلب من الباشمهندس مصطفى فهمي يشوف مدير فني عشان كابتن عبد صالح ما عندوش وقت يجي، عندوش وقت يروح. فهو طلب بقى يعني يشوف حد. الحقيقه كانوا مرشحين ثلاثه، كابتن هاني مصطفى، كابتن هاني مصطفى، كابتن طه اسماعيل، كابتن فتحي نصير. انا ما كنتش موجود خالص. الثلاثه اعتذروا. هاني كان ماسك في الجامعه العربيه الله يمسيه بالخير طبعا، وفتحي نصير كان في الامارات، وكابتن اسماعيل الفيفا عملت له اللي هو الجول بروجكت اللي هو كان المشروع الهدف ديفلوبمنت اوفيسر اللي هو المسؤول عن مكتب الاتحاد الدولي في افريقيا شمال افريقيا.